هلا محلات جعفر بدنا نشوف كيف بدنا نستوي صدر الكنافة. طبعا هو سواء قبل ما احنا نيجي قبل ما نوصل بس هلا انا استوي يعني طبعا هاي ليش تكون لك كنافة؟ سمنة وعجينة وجبنة بس سمنة وعجينة وجبنة. السمنة شو نوعيتها؟ عادي نباتية سمنة نباتية. تحكي لنا عن المراحل كيف انت بتسوي هذا السدر؟ هذا السدر كيف بتسوي؟ كيف شو مراحله؟ اول اشي بفرد السمنة. تفرد السمنة على الصينية؟ على الصينية. نعم. بحط العجينة. ايوه. بفردها على فوق السمنة. نعم. هلا بعد العجينة بشوف ايش في فراغات فاضية بعبي العجين. بعدين بعبي جبنة. فوق العجينة. فوق العجين جبنة. ايوه. بعد ما برش ليك رشة خوف ما يتلزق معي ولا شيء. رشة ايش قصدك؟ رشة عجين. اوكي. تمام. بس بحطها على النار هيك 8 دقايق 10 9 دقايق. على النار 7-8 دقايق تقريبا وبتستوي يعني وبسحبها وبستنى يطلبوها مني وبعطيهم اياها. تمام. وطبعا بعد ما تستوي هلا هي من الجهه هاي بتقلبها كمان مره. بقلبها بصينيه زي هاي. بتقلبها زي ما بقلبها باجي بغطيها ولما يطلبها مني بغطيها وبقلبها بس يعني ما بتحطها على النار من جهه الجبنه. ما بتحط على النار؟ لا من جهة الجبنة لا من جهة بس من جهة العجين. جهة السمنة والعجين. يعني شغل 10 دقايق هاي تستوي. تقريبا يعني. تمام. طيب. كل احترامي لك. شكرا جزيلا. نحن شو عم نستنى بس نصور واحنا رايحين. كل الاحترام لك سيدي. اوكي تفضلوا نروحوا على مدخل المحل. طبعا احنا في المطبخ هون. يعطيك العافيه. هون نظيفه جدا. وندخل على المحل. طبعا محلات جعفر اذا ملاحظين من اهم المحلات الكنافه في منطقه القدس في البلده القديمه القدس. طبعا هنا الكنافة اللذيذة جدا 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 جدا. الكنافة اللذيذة جدا. يلا. ونحن اشترينا قديش اشترينا احنا؟ نص كيلو. كويس نص كيلو. يلا. وصحة وعافية. طبعا في انواع مختلفة من الحلويات. لما ربع البيت. ايوه حلويات جعفر. السلام عليكم. طبعا باب خان الزيت. حلويات جعفر باب خان الزيت. ونراكم مرة أخرى. حلويات جعفر طبعا. إلى اللقاء.